عادات وتقاليد وفلكلور ليبي عريق لم يغب لدى عائلة آل البعيشي في بن جواد، حيث أحيت أحدى أفراحها بموروث ثقافي ومظاهر تقليدية تشتهر بها المنطقة الشرقية من البلاد. مع اختلاف العادات والتقاليد من منطقة لأخرى، إلا أن أهل بن جواد يحافظون على استحضار عبق الماضي الثقافي في أفراحهم ومناسباتهم. دائما في الأفراح نوصل في رسالتنا أن التراث الشعبي الليبي هو رسالة وجه قبول الدولة، لأن التراث يتكون من الغناية ومعلقات شعبية والزمارة والكشك وغناوة العلم والمجرودة والطبيلة. الشعر الشعبي وغناوي العلم والتشتاي والمزمار والكشك والحجالة على الأنغام الشعبية في أجواء تراثية أجمع فيها أهل البلدة ليشاركوا أهل العريس الفرحة في هذه الليلة المباركة، ونحتفل ونحيي ذكريات التراث الشعبي، فن الزمارة والكشك والمجرودة التي تشتهر بها هذه المنطقة، المنطقة الشرقية عموما. فأحياء التراث يعتبر في مواسم الأفراح هذه من أحد صفات المجتمع الليبي في المنطقة الشرقية. أيام من الفرح وفق العادات والتقاليد يشارك فيها أهل البلدة أفراح آل البعيشي في مناسبة قلما تتكرر هذه الأيام بعد أن ارتفعت تكاليف الزفاف.